وخصوصا اللي كيناموا بأجواء العطلة في هذه الأيام نستمتعوا بها ونكونوا برفقتهم أكيد ونستمعوا لاحتياجاتهم. تحية كبيرة لكل أم لكل من كيسمع لينا من بعيد وقريب من خلال حلقات برنامجكم الأسري للا فاطمة. أكيد غادي نفتحوا ملفنا الطبي لحلقتنا اليوم بداية الأسبوع منورانا ومشرفانا دكتور نادية رضوان أكيد اختصاصية في طب الجلد والتجميل كلكم كتعرفوها كلكم طبيعة الحال كتسمعوا النصائح ديالها. وحنا اليوم سعداء أن حاضر معنا بعد واحد اشتياق طويل مدة طويلة هذه ما تلاقينا دكتور نادية رضوان. صباح الخير. صباح النور سمية. صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بداية أسبوع حبيبتي موفقة لينا كاملين وصحيحة وسلامة والعافية لكل مريض كيسمع لينا. تخصص ديالك دكتور نادية رضوان استدعنا الموضوع أن نتكلمه بحكم أن الظروف والاحتياجات اللي كنبغيوها دائما في خلال المواسم المختلفة الاهتمام بالبشرة ديالنا والإطلالة ديالها. فترة ديال الخريف شتاء كتعرف البشرة واحد جفاف خاص فريد من نوعه يعني غير بوحدها كتولي شكل آخر ولو دهنية كترجع شبه ما جافة. فشنو ربما التغيير أكيد إحنا معالم المناخ والطقس والجريحة اللي تتكون صباح وهذا اللي كيشقى في الدار خلاص هادو كربات البيوت بين قوسين غادي نتكلموا عليهم جفاف اليدين وبشرة الوجه شو ما العوامل المؤثرة بطبيعة الحال كيفاش ممكن نعاون البشرة أنها تغدى في الفترة ديال 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 الجفاف فترة الخريف والشتاء. وأيضا في جزءنا الثاني غادي نخصو الأمراض اللي كتكون جلدية اللي كتفقم مع الحدة ديال البرد. كنعرفوا أن الناس اللي كتعاني بزاف هاد الظرفية هادي منهم بعض الأمراض المزمنة غادي نهضروا عليها أكيد الجلدية بطبيعة الحال في التخصص ديالك. تفضلي حبيبتي. دونك كيف ما كنعرفوا بأن الجفاف البشرة فاش كيبدا الخريف وكيبدا الشتاء هذا معروف يعني سواء عند الناس اللي هم أصلا كانوا كيعانيوا من الجفاف البشرة سواء عند الناس اللي عمرهم هم عانوا بالجفاف البشرة. الأسباب ديالها كبيرة بزاف يعني الأسباب كتبدا من كتكون البرود برودة الطقس دونك اش كيكون تتكون الرطوبة كتهبط ملي وتتكون ملي الرطوبة كتهبط هذاك لو فيلم ليبيديك يعني لو فيلم الدهني اللي تيكون على سطح الجلد حتى هو تيبدا تيخفف. ملي كنقول هذاك الفيلم الدهني فهاد الفيلم الدهني اللي كيكون عندنا نورمالمون فوق الجلدة هو اللي كيخلي الماء تشدو البشرة ومن كتشد الماء البشرة فهذا كي يعني أنها كتبقى عندها واحد رطوبة وواحد هذا احتياج للترطيب كامل. دونك تنهضروا على دائما المناخ والطقس وكنعرفوا بان البروده وكما قلنا ونقص في الرطوبه كيدير لنا هذا الاشتباك ولكن كيزيد مازال عليه اكثر لان احنا كنقولوا البرد دونك في البرد فاحنا كنميلوا للوسائل التدفئه فكتبقى عندنا ملي كان مثلا فاش كنديروا لي كليم سونتراليزي اولا التدفئات المحليه اولا ايضا فاش كنغسلوا مثلا بالماء السخون ما كنعرفوا الصباح من واحد كيفاق كيقول في راسو لا البرد غادي يجي لي الكز تنهضروا على المطروبيني دونك المطروبيني راه كاز دونك هادو دونك هاد العوامل كامله تيخليو بان ملي كنديروا هاد الماء السخون اللي على الدات ديالنا ولا الماء نوعا ما ماشي فاتر ولكن اكثر من الفاتر فهذا اش كيدير كيؤدي بان هذاك نسبه الماء اللي بقات عندنا فوق الجلده حتى هي كتمشي دونك هادو من الاسباب اللي كتخلينا نزيدوا الاجتفاف فاكثر فاكثر. ناهيك على انه هناك حوايج اخرين وهما مثلا غير اللي كيغسل بزاف غير قوه الغسيل غير قوه الغسيل فتيخلينا لو فيلم ليبيديك تيمشي بشويه بشويه على المواد المستعمله فالمواد المستعمله سواء غير الصواب ديالنا العاديين سواء ايضا باش نهضروا على المراه وربه البيت واللي كتكون كتخدم بلي ديتيرجون واللي كتخدم بالمواد التنظيف داكشي فتا هي ايضا تتاثر عليها. ما تنساوش بعض لي بارفان لي بارفان ولا شي حاجه بحال هكا اللي كيقدروا ممكن يكونوا واللي كيكون دايرين لنا هاد المشاكل حتى هما الروائح يعني كي كنقولوا الروائح وهذا اللي ممكن حتى هما يديروا لنا نفس المشكل. داكوغ دونك هادو كاملين من الاسباب اللي عاديه واللي كيكونوا كي كنقولوا حنا اللي حنايا كنشوفوها كل يوم يعني بغينا ولا كرهنا هادو اسباب اللي كاينين. الاسباب الاخرى اللي كتكون مرتبطه من شخص الى اخر فهي خصوصا بعد الادويه وبعد الامراض دونك بعد الادويه اللي كناخذوها واللي كتجفف لينا كتخلينا تتعاون للاجتفاف البشره ومثلا غير مثلا المخفضات الكوليسترول مثلا يعني مخفضات الليبيد والشحوم في, 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 في الجسم وبعض الامراض بحال الامراض ديال لا تيرويد
الغده الدرقيه كتزيد من شفاف البشره اكزاكتوما كتجي في اشتفاف البشره. دونك هادو تقريبا هما معظم الاسباب اللي ممكن نقولوهم على اشتفاف البشره وتفاقمها في فصل البرد والخريف والشتاء من غير اوقات اخرى. صحيح. على حسب طبيعه البشره دكتور ناديه ولا حتى الدهنيه حتى هي كتعرض للجفاف هذه الفتره هذه؟ هو ملي كنقولوا اشتفاف البشره كيف ما قلت في الاول بان اشتفاف البشره ممكن تكون عند الناس اللي عندهم بشره نورمال ممكن يعني بشره عاديه، ممكن تكون اشتفاف البشره عند الناس اللي عندهم بشره دهنيه، ممكن تكون عندهم تفاقم الاشتفاف عند البشره الجافه. الاشتفاف البشره كيمر من بزاف المراحل، فكنقدروا نقولوا من الاشتفاف الطفيف الاشتفاف الشديد. الاشتفاف الطفيف ما كنظنش ان يعني سبق جميع النساء خصوصا كنهضروا على النساء عانوا منه، فهذا الاشتفاف الخفيف هو فاش كتحسي بجلدتك حرشه تو سامبلومون، فهمتي؟ الجلده ديالنا البشره ديالنا بشره الوجه ولا بشره اليدين، يعني فاش كنقولوا اشتفاف البشره في الحقيقه ما كنقصدوش غير الوجه واليدين، مي البلايص اللي كيشتفوا بهم البشره اكثر في الجسم فهي الساقين والذراعين واسفل القدمين، فهاد البلايص حساسين بزاف. هاد البلايص ما كنفكروش فيهم بزاف بحكم في الشتاء حنا كنتغطاو اكثر، فهمتي؟ ما كيبانوش لينا بزاف، ما ماشي في حال الصيف اللي الناس كاين اللي كيكون معري ولا شي حاجه دونك في بلوس اتونسيون اكزاكتومون، ولكن هاد البلايص اللي هما كيتغطاو من غير انهم كيتغطاو فالمشكل الاخر هو انهم البرد فصعيب الحال اننا هاد البلايص كيكونوا شويه دافيين، فاننا باش نهزوا كريمه اللي هي بارده ونحطوها على هاد البلايص حتى هي كتكون شويه صعيبة مقارنه مع اليدين والوجه اللي هما اصلا زعما مرتبطين بالكليما الامبيونت اللي كاينه في هذا في الغرفه وداك الشيء. دونك كنقدروا نحطوا عليها زعما كريم وحتى هي شويه صعيبه، لان مثلا في الصباح كاين بزاف اللي كيقول لك ما يقدرش يدير لك كروم، ما يقدرش يدير كريم دوجو حيت بارد لاسع كيحطوا في الوجه ديالو كيجي البرد. يكفي فقط غير بالشوفه دكتور انه نشوفوا هذا الملمس ديال البشره مشدوده وعدم مرونتها ربما في فتره من فترات ديال الصباح ولا بالليل، ولكن اعراض اخرى اللي كتقدر تبان وتبين لنا وتاكد لنا ان فعلا الجلده راه واكله العسى وراه جافه بزاف. من طبيعه الحال فاش قلت لك بانه غادي نمشيو من الحاله الطفيفه الى الحاله الشديده فسي توتافي نورمال، يعني حنا عاد كتغير عاد كتغير. فحنا فاش بدينا بان غير كتحس بها الجلده كتحس بها ناشفه وممكن تحط اي مرطب وصافي وانتهى، ممكن نحطوا غير كريمه ديال ضد الشمس واقي الشمس وصافي كل شيء مزيان، ولكن ممكن نزيدوا هذا الاشتفاف باش ملي يكون الاشتفاف عندنا عندنا القشور، ولكن ملي كنديروا لي كريم ولا ملي كنديروا الباقي الشمسي ديالنا كيبدا عندنا القشره باينه وبارزه وفريمون هذيك زعما كتأرقنا. يعني في الاول اكتفينا بان كان عندنا اشتفاف وكنحسوا بالجلده حرشه، وملي كنديروا ليه اون كريم ولا واقي شمسي كيمشي سور بلاس، وصلنا اننا كنديروا هاد لا كونسولير ولا كنديروا هاد الكريم المرطب وكتبقى يبانوا لينا القشيرات مازال في الجلده ديالنا. يعني دوك القشور دليل انه راه القشور باينين وهنا زعما تنبدا نقول بان سا كومونس ا ديرونجي، لان الاولى صافي كتقول انايا ناشفه غادي ندير لا كريم وصافي وانتهيت، ولكن الحاله الثانيه راه كندير لا كريم ولكن رغم هاد لا كريم لا راه كيبان لي القشوره، وحتى الا بغيت نزيد مازال شي مساحيق ديال الماكياج ولا شي حاجه فكتزيد الامر سوء، لان هذيك القشوره عاد مازال تيشف تيبان تيبان اكثر. دونك هذه مرحله. المرحله الثالثه هو المرحله حالها وصلنا للحكة، دونك ما بقيناش غير في القشور، حنا عندنا القشور وعندنا النشوفية وعندنا الحكة. الحكة كتبدا بطبيعة الحال من الحكة طفيفة خفيفة ظريفة بالليل، بعض المرات تكون في هذا البلايص هذا، بعض المرات كتبقى في الوجه كامل. الحالة اللي كتكون عاوتاني غدا تفاقم أكثر فهي فاش كتولي فريمون الوجه ناشف، ملي كنقول الوجه ناشف هو شي الجريحه يعني، وهادو سورتو نورمالمون تشققات اكزاكتومون هي هذيك الارض اليابسه اللي مشققه والحالات عندنا في الوجه ولا في اليدين، وكيف ما قلت لك خصوصا في الساقين والذراعين البلايص اللي كيكونوا اللي ممكن واحد ما كيشوفهم الا من مثلا من 3 جوغ ل 4 جوغ فاش غيمشي يدوش ولا شي حاجه عاده تيبانوا لي، لانه اصلا ما كيعريش مدفي وكيخلي واحد السوفيتمون دائما هو الداخل.
داكوغ. دونك هاد التشققات دابا وعندنا الحكه وعندنا التشققات، دونك هنا كنبداو في حوايج اخرين وفي مضاعفات اخرين. شنو هما هاد المضاعفات؟ عندنا التشققات يعني عندنا الجلده ما مقداش مزيان، الجلده مجروحه، وعندنا الحكه دونك ها الالتهاب هاد التعفن. دونك ملي كنبداو في الالتهاب والتعفن دونك هادي هي المرحله بحال مرضيه. دونك هذاك الساعه تيولي عندنا لا دولور تي الحكه راه كاينه ولكن معها الالم. دونك الالم معها لانفيكسو معها التعفن معها مع كيكون خارج الدم وهذا الشيء. دونك وممكن نوصلوا لحالات اخرى سورتو فاش كنقولوا في الوجه وتيكون عندنا التعفن، تيكون عندنا واحد المرض اللي ممكن يكون عنده سميتو ستافيلوكوكسيمالين دو لافاس، فهي واحد الميكروب اللي تيكون نورمالمون على الجلده ديالنا، ملي كيلقى واحد جراحه كيدخل دخل، ملي كيوصل لنا في الوجه ديالنا وتيجينا تعفن فممكن كيطلع لينا لواحد لافين كاف لواحد العرق، وممكن يدير لينا واحد ترومبوز ويدير لنا مشاكل اخرى، وهادو اون جينيرال من لي زورجونس اللي خصنا نقومو بهم في اقرب وقت ونعطيهم ان تريتمون اللي كي اديكوا باش واحد يولي مزيان. دونك هادشي ما كيجيناش دائما طبيعه الحال باش ما نخلعوش الناس، ما كيجيناش دائما ولكن كنعرفوا بان من الحاجه الصغيره كنقدروا نوصلوا لحاجه كبيره. الواحد فاش كيحس بكاين الجفاف عنده في البشره، فاول حاجه خصو يديرها وهو يرطب راسو. واحد الحاجه اخرى من بين الاسباب اللي ما هدرتش عليها قبيله في هذا، فكتعرفي بان في البرد ما تيبقاش عندنا لونفي دو بواغ بزاف، كتبقاش بغينا ما كنبقاوش نقدروا نشربوا، حتى الماء اللي محطوط غير في لومبيون حتى هو كيكون في كاز يعني فريمون باش تشربي وحلقك يدوز فيه السوائل اللي كتعطينا. ماشي بحال في الصيف، الصيف سي اصلا الفواكه الصيف راهما كلهم غنيين بالتوسكي ليكيد. كنشربوا حيت السخونيه كتجي عندنا والشميشه كاينه كنشربوا، ولكن في البرد مالوغوزمون كتنقص هاد لابور ديالنا ادريكي ينقص لينا، وقد ما كينقص لينا قد ما كنزيدوا اجتفاف. صح، سوء التغذيه ايضا ممكن كيقدر يلعب دور، نقص فيتامينات او بيان سور بيان سور كترطب البشره من الداخل. بيان سور بيان سور نقص الفيتامينات، نقص الفيتامينات الخضراء كنبقاش ناكل الفواكه. الفواكه حتى هي كتنقص لنا بزاف. طيب شكرا دكتور ناديه رضوان على قبولك دعوتنا، ومرحبا بك معنا في بلاتو برنامجنا ليلى فاطمه في ملفنا الطبي لبداية هذا الأسبوع حلقة يوم الاثنين. أكيد موضوعنا اجتفاف البشرة في هذه الفترات ديال البرد، الأسباب والعوامل وأيضا حتى المضاعفات، وغادي نحاولوا نتكلموا بين قوسين الأمراض المزمنة اللي كتفاقم، هنا الأمراض المزمنة الجلدية اللي كتفاقم بطبيعة الحال في هذه الفترة ديال اجتفاف البشرة وزيادة في البرودة ديال الطقس. الله يكون في الأوان، أكيد بزاف ديال الناس كيعاني، وحنا خطوطنا مفتوحة لاستقبال التساؤلات ديالكم على أرقامنا 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. كيف ما جرى العهد بيناتنا ياك دكتور ناديه ان كنجاوبوا المستمعين ديالنا، كنوروا طريقهم، تنعطيهم استشارات بسيطه، هذا ما يقصي انه بطبيعه الحال انه يشوفوا الطبيب المعالج في حاله ما الا كان الموضوع يستدعي. كثير الناس اللي كيكونوا اكثر عرضه، غادي نفرقوا اكثر حده يمكن كبار السن يعني في الواجهه، يمكن الاطفال ايضا الرضع، ويمكن بالغين ايضا نساء وعد رجال. هو كيف ما قلنا الاجتفاف، الاجتفاف هي هذاك هو التبعك عليك اكزاكتومون، هو الاجتفاف كيمر جميع كيقيس جميع الفئات العمريه، ولكن الاكثريه هو الناس الكبار. علاش الناس الكبار؟ كنعرفوا بان الوليدات كي كنقولوا دائما لابو دو بيبي، دوك الوليدات ملي كيخلقوا مرتبه راسها براس نورمال، رطبه زوينه زعما من حتى الملمس ديالنا تيكون مزيان. دونك كنوصلوا في المراهقه، اون جينيرال عندنا لابو ديالنا غراس وتيكون عامر بالاكني، عامر بالحبوب وتيكون الزيوتات ياك. اون فوا كندوزو ال 25 ans دونك لي هرمون كيتستابيليزاو عندنا، اي لابو ديالنا عاوتاني تيميل انه يولي نورمال غادي اسيك، يعني نورمال وغادي طبيعي زعما عادي الى ناشف. ما حنا تنكبروا و لو فيلم ليبيديك اللي هضرنا عليه، هذاك لو فيلم الدهني اللي كاين فوق الجلده تيبدا ينقص. هو كينقص يعني اصلا هذاك العامل المهم عندنا واللي كينو بروتيج ويخلينا الماء يشد لينا اللي كيشد الماء في الجلده ما بقاش. دونك اون فوا تتعرضوا ملي كتجي البروده، ملي كيجي الشتاء، ملي كتجي الرطوبه كتنقص، فاول وحدين كيديروا لنا هاد الاجتفاف فهم الناس الكبار. وهاد الناس الكبار اون جينيرال كيتبدا لهم بالحكه. دونك يعني ممكن الناس اللي كيكونوا كيرطبوا الجلده ديالهم دونك تيحسوا بها وتيفهموا اكثر،
ولكن اون جينيرال الثقافه ديال الترطيب ديال الجلده وديال الناس الكبار ناقصه عندنا بزاف. دونك دوكو الجلده كتكون ناشفه كتبان لينا بانها فريمون راه ناشفه عند الناس الكبار كتعرفي كتبان لينا داك بحال الجريحه فوق في فداتهم تقريبا كامله. ماشي مشكل امتى كيولي عندي المشكل هو فاش كيبدا الحكه. واكثريه الناس المسنين زعما سي الحكه هي اهم زعما اهم حاجه كتكون فيها. متى يجب استشاره طبيب مختص في الامراض الجلديه دكتور؟ يعني انا بشرتي جافه كنعاني منها انت نزور الطبيب؟ دونك اون جينيرال خصنا الزياره ديال الطبيب انا كنقول واحد مره وحده في العام خاصها تكون عند طبيب الجلد يعطيك بعدا شنو هي طبيعه البشره ديالك. ملي كيعطيك طبيعه البشره ديالك فتيعطيك بلوس ريكومونداسيون اللي كديرها او كور دو لاني، يعني في العام كامل اشنو خصك ديري في الصيف شنو هدير مره وحده. مي اون جينيرال كنشوفوا كنشوفوا في المضاعفات وكنشوفوا في الحكه. دوك من الحكه والمضاعفات اللي كتكون في البشره تنقول كاين القشره في البشره ملي واحد كيدير اون كريم هيدراتون ولا لي كونسولير وتتبقى ليه القشره في وجهه العيالات انه طوليغ با ما تاكلوش. طيب دكتور غادي نمشيو ناخذ اتصال ميلود من دار البيضاء نسمع السؤال ديالو ومن بعد نكملوا ونواصلوا اكيد غادي نعاود نذكركم بالارقام مستمعينا. سي ميلود السلام عليكم. وعليكم السلام بنتي. مرحبا بك سيدي. مرحبا. الله يبارك فيك دكتور. هي معك. عفاك عندي تلحق غير في الصدر ديالي فقط. شحال في العمر ديالك؟ العمر ديالي 73 عام. 73 عام. الجلده ديالك كي كتحس بها ناشفه ولا كتحس بها رطبه؟ لا واش انت من النوع اللي كترطب الجلده ديالك ولا لا؟ لا ما ترطبها ما والو، ولكن ملي بديت الحك وليت ترطبها. مشيت عند الطبيب وخرج لي شي كريمات وداك الشيء وترطبها، ولكن ملي تندير الكريمات واحد ربعة السوايع خمسة ترتاح ومن بعد ترجع كما كانت. دوك الحكة قلتي لي عندك غير في جهة الصدر ديالك صافي؟ لا في الصدر من العنق حتى البجاجل صافي. داكوغ. وقول لي كاين شي حبوب ولا ما كاين والو؟ لا ما كاين لا حبوب لا زكاة لا حتى حاجة. دوك كاين غير الحكة. داكوغ. الترطيب ديالك شحال كديرو من مرة في النهار؟ وتنديرو ثلاثة مرات. دوك هو ماشي مشكل. والماكلة ديالك كي دايرة كتشرب الماء بزاف؟ لا ما تنصرفش الماء بزاف. دونك نقادو السيميلود الريجيم ديالنا في الحياه، نشربو مزيان وناخذو الفواكه مزيان ونرطبو حتى 7-8-9 المرات في النهار ماشي مشكل. اون فوا الجلده كتبدا كترطب اكثر دونك هذا من الحالات، يعني ممكن يكون عندك الاجتفاف وعادي زعما، غير هو مده واحد الاسبوع الا ما مشيتيش مع هذا الشيء مزيان فكنقدروا نفكروا في زعما في شي امراض اخرى. واش فهمتي ولا لا؟ اون جينيرال الله يسمحي لي على قطعتك، درت تحاليل ما عندي والو، درت بيلون ديال التحاليل. ما عندك والو. ماشي مشكل، هو لو بيلون ديال التحاليل ديال الدم حاجه، وهذا الشيء علاش الطبيب غالبا عطاك غير كريمات الترطيب حيت ما لقى في التحاليل والو، ولكن كاين واحد التحاليل اخرى هما التحاليل الجلديه اللي كنقدروا نديروهم على البلاصه اللي كتحكى اكثر. غير دابا هما المؤشرات كاملين كيبينوا انك عندك غير اجتفاف في البشره، دونك غير تكمل الترطيب ديالك. وحاجه وحده غادي نقولها لك واللي مهمه، انه ممكن ترطب مثلا مده واحد الاسبوع تولي مزيان، ولكن راه الا قطعتي الترطيب عاوتاني غادي تحك عاوتاني، حيت سي نورمال، حيت البشره ديال الناس الكبار غادا وكتبقى تجتف. يعني في الظروف ديال البرد واللي كتكون الرطوبه هابطه والاجتفاف اكثر فسي توتافي نورمال، غير هاد الحكايه كتكون شويه مؤرقه الله يحسن العوان، مي غادي يكون عطاك معاها واحد لي زونتي هيستامينيك مضادات الهيستامين اللي غادي تخفف عليك واحد شويه. دونك مضادات الهيستامين مع الصابون باش كتغسل لي مرطب، مع الكريمات المرطبين اللي كتستعملهم بزاف مره في النهار، مع الريجيم ديالك وهو انك خصك تكون كتشرب بزاف وتاكل وتبعد ليا من الدهنيات بزاف وهذا، وتعوض اكثر بالفخوي بالفواكه وبالخضر، فكنظن بان هذا الشيء كافي لمده اسبوع انك تشوف التحسنات الاولين. طيب شكرا لك دكتور ناديه رضوان، دكتور اختصاصي بطب الامراض الجلديه والتجميليه، حاضره معنا في ملفنا الطبي لحلقنا ديال اليوم الاثنين بدايه الاسبوع. موضوعنا اجتفاف البشره في هذه الظرفيه ديال انخفاض درجه الحراره والبروده الطقس اكيد، مع المضاعفات اللي غادي نحاولوا نهضروا عليها، وايضا حتى الناس اللي عندهم معاناه ديال امراض مزمنه جلديه، غادي نتكلموا على الصدفيه، غادي نتكلموا على الكزيما، غادي نتكلموا ايضا على بزاف ديال الامراض اللي كتفاقم الحده ديالها في هذه الظرفيه ديال البرد. غادي نشوف فقط تفاصيل خفيف ظريف مستمعينا الاعزاء، ونذكر بالارقام الكل من حب انه يستشر مع الدكتور نادي رضوان. مرحبا بكم على ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33.
أنا معكم سريعا بعد الفصل. أكيد نرحب بالمستمعين ديالنا اللي بداو معنا المشوار أو اللي يلاه نلتحقوا بنا وشعلوا الراديو. غادي نذكركم ملفنا الطبي اللي حلقتنا ديال اليوم. مستمعينا كتعرفوا أن جرة العادة كل يوم تيكون معنا ملف طبي في تخصص مختلف تنوهوا أكيد بالكفاءات الطبية اللي تتكون حاضرة معنا. مشكورين على الوجود ديالهم. دكتور نادية رضوان دكتور اختصاصية في طب الأمراض الجلدية والتجميلية حاضرة معنا في حلقتنا ديال اليوم. تنتكلموا على جفاف البشرة عند كثير الناس اللي ماشي فقط مجرد غير عرض بسيط ولكن كتولي تصبح معاناة وكتعرق الحياة ديالهم. أيضا ممكن تقدر تعطينا مضاعفات كيف ما تكلمنا وأيضا الأمراض المزمنة الجلدية اللي كتفاق من الحدة ديالها في الظرفية ديال البرد. دكتور نادية مشكورة حبيبتي على حضورك معنا من جديد. غادي نمشيو ناخذ اتصال فاطمة من الرباط ومعنا مصطفى كذلك من الرباط. فاطمة السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام فاطمة مرحبا بك حبيبتي. صباحكم مبروك علينا وعليك. شكرا على الاستضافة وشكرا بارك الله فيك. هذا واجب حبيبتي. مرحبا تفضلي. مرحبا دكتور هيماك. الله يخليك. عندي تنحك شوية في صدري ويديا ناشفين. وي اول عام يعني ما عمري جاتني هاد الحكة هادي كنحك في صدري ويديا ودابا كنستعمل غير دي كريم عادي يعني مرطيبين يعني كريمات مرطيبين. واخا شحال العمر ديالك؟ 51 عام. دونك 51 عام اون جينيرال حنا ابارتير دو 45 عام 50 عام تيبدا الاجتفاف عندنا. قول لي الحكه واش كتجيك طول النهار ولا الحكه غير بالليل؟ الحكه خفيفه ظريفه ولا الحكه قاسيه؟ نو لا الحكه غير خفيفه ولكن اكثريه بالليل. اكثريه بالليل. اشنو فاش كتسخني؟ فاش كتسخني ملي كتحكي ما كتحسيش بان شي طبيعه تيخرجوا حمرين ولا شي حاجه ولا عادي الجلده كتبقى ما كتبدلش؟ لا شويه ديال الاحمرار يعني شويه الاحمرار. داكور اون جينيرال حتى هو زعما هادشي اللي زعما اللي كتقولي ماشي مؤشر لشي حوايج خايبين. ما عندكم شي واحد تيحك في الدار من غيرك؟ لا عندي واحد بنت اختي في عايشه في اسبانيا يعني عندها هذيك المشكل ديال الصدفيه تجيها من تجيها واحد الوقت هذا البرد هذا كتجيها في يديها كتبقى تحك. هو دو توت فاسون كيف ما عرفتي بان الصدفيه راه كتكون عندنا فيها واحد القشره انت ما عندك والو الحمد لله. من كتحكي علاش كتحمري البلايص اللي كتحكي فيهم اون جينيرال هما البلايص ديال الاجتفاف. السن ديالك موالم لهذا الاجتفاف البشره. دونك الحاجه الوحيده اللي كنقول لك واللي قلتها للمريض اللي قبل من هذا اللي قبل منك هو انه الريجيم ديالنا اليمونتير خصو يكون مزيان يعني تشرب الماء. شرب الماء البرد كنساو شرب الماء. دونك شربي الماء. شربي الماء راه تروح حتى الاترو نصف النهار اللي خص يكون هذا من لابور ايدريك هذا اللي خصنا ندخلو عندنا. ثانيا المرطبات. دوك الحاجه اللي كناكد عليها راه الا درتي الترطيب ما كيعنيش انك ملي غدوز واحد المده صافي راه كبريتي. لا راه الجلده ديالك غادا وكتفقد هذاك الفيلم الدهني ديالها اللي فوق الجلده. هذا اش كيعني؟ كيعني بانك دائما هو كيمشي دوك انت كتعوضيه. دوك دائما خصك تبقاي تدهني. كندهنوا بالبرد وكندهنوا في الصيف حيت كنساو في الصيف ما كيكونش هذا الاجتفاف ما كيكونوش العوامل الاخرى. باش هاد الاجتفاف تيكونوا تنساوه كما قلتي كنساوه وممكن عطاك واحد السؤال. اي مرحبا. واش يمكن ليا نستشر مع الديرماتو على هذا الشيء ولا لا؟ هو من الاحسن شوف هو من الاحسن انا كي كنقولها دائما من الاحسن واحد المره وحده فهمتي. هو هادشي زعما راه ماشي مقلق بزاف وكنحسها من كتهضري زعما ماشي شي حاجه مقلقه بزاف ولكن كنمشي مره وحده عند طبيب الجلد كنطرح ليه جميع المشاكل ديالتي الجلديه كنتهنى يعني هو ملي كيفحصني وكيقلبني دونك تيعطيك على الاقل واحد النظره شامله كيعطيك الدوايات اللي خصك ديري في الصيف اللي في الشتاء. دونك تيعطيك فهمتي يعني ما كتبقايش وحده اللي ما فاهمه والو ولكن كتولي فاهمه ها البشره ديالك ها كيفاش غتمشي كيفاش غدير فهمتي يعني المعاينه السريريه تكون دائما احسن من دابا هاد النصائح اللي كتكون زعما في 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 الراديو. داكور دونك شوفي مره وحده وان شاء الله يكون خير. مي اون جينيرال العلامات الشفاف هادشي اللي عندك زعما ما عندك ما تخافي. شكرا بارك الله فيك دكتور. شكرا بارك الله فيك حبيبتي فاطمه على الثقه ديالك في اذاعتنا وشكرا من جديد دكتور نادي على الجواب. غادي نبقاو في الرباط كنتمنى يكون سي مصطفى مازال معنا. سي مصطفى
للاسف فقدنا اتصال مع سي مصطفى. في الغالب انه جفاف البشره ماشي شي حاجه اللي هي كتخلي علينا بزاف، يعني ماشي مقلقه بزاف، كنعرفوها هي عارفه هذه الوقيته وكنا كندوزو منها. يمكن بالترطيب كنفكروا ان احنا نرطبوا كندوزوا المساله بامان، ولكن الى وصلنا لحده المضاعفات، يعني بداو تشققات، بداو التهابات، بداو تعفنات، بداو مشاكل كزي ما كتبان لنا، هنا دخلنا في الصح. نتكلموا في هذه النقطه هذه. دونك اون جينيرال كيف ما كنقولوا بان لا ماجوريتي، وكانت شرط ليها السيده فاطمه مزيان بزاف فاش قالت لك واش نمشي نستشر الطبيب، يعني كان من خلال الهضره ديالها ان الحكه ماشي دايره ليها واحد السبب مقلق بزاف، لان الحكه خفيفه ظريفه كتكون عندها مره فاش في الليل فاش كتسخن، دونك ماشي يعني ماشي عندها شي حاجه. ولكن فين كيكون عندنا المشكل هو فاش كتولي كتبرزط، يعني الحاجه كتبرزطك. هذيك ما غاديش نتفقوا عليها. علاش كنتفقوا عليها؟ لانه المريض كيمشي عند الطبيب، حاجه اللي كتقلق كتمشي، ما كيصبرش عليها، ما كتصبرش عليها. هذه شنو لو بروبليم؟ هو ان الواحد اللي كيبقى يخلي هذاك الشيء يتراكم، يعني انا ما كنفطلوش حنا تجي عندي انا المريضه وهي في التقرح، وما تجيش عندي وهي في التعفن، لا تجي عندي هي امها في الوسطى ديال الحكه، تجي عندي في الوسطى ديال الشفاف، لانها كنتفاداو داك الشيء اللي غيجي من بعد، تجي عندي في طور الحكه ونقول الحكه ديرون جاتها وجات، حسن ما تجي في وقت وقت الحلول والعلاجات كتكون احسن مرتبات وسنين اكزاكتو. على ملي كتولي كزيما ولا كيوليو مشاكل تيولي حوايج كنقولوا ادويه، تنوليو كنداويو وتنقولوا بلاتي حتى نداويو، عاد اش غادي نشوفوا في الطبيب؟ صحيح. واش فهمتي؟ رجع معنا سي مصطفى من الرباط، ناخذ سريع عند السؤال ديالو. سي مصطفى السلام عليكم. السلام دكتوره مزيان. السلام عليكم، لاباس عليك بخير؟ لاباس بحالك، الله يبارك فيك، كنشكركم على البرنامج. مرحبا سي مصطفى. دكتورة عندي واحد الحكة أنا في رجلية. في صبالي رجلية. إيه. تيحكوني خصوصا في وقت الشتاء. في وقت الشتاء. بحال كل وقت البرودة. داكوغ. أوكي. دونك أون جينيرال الحكة اللي بين صباع في الدرجة العامية ديالنا كنسميوها سيبانا. كنسميوها سيبانا، داكوغ. هاد سيبانا أون جينيرال كتكون شامبينيون، كتكون في طريات. قليل فاش كتكون كزيما، يعني فريمون قليل 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 فاش كتكون كزيما. دونك شامبينيون كيزيد مازال يتزاد كثر امتى؟ اول حاجه من طبيعه الشتا فكنلبسوا الصبابط كثر، كنلبسوا التقشر كثر، دونك الفطريات عزيز عليهم شنو؟ عزيز عليهم بلاصه اللي مرطبه وفيها شويه الرطوبه، وكنعرفوا بان الرجيلات كيقدروا يتعلقوا، كندير لهم الصباط نهار كامل، كندير لهم لي شوسيت تقشرات نهار كامل، دونك كيزيد هذا الشيء كيفاقم لنا المشكل. الحكه كتكثر اكثر وخصوصا بالليل فاش كتسخن. ايوا حنا في الصيف حنا في البرد، دونك كنديروا الكشه الاولى والثانيه والثالثه، دونك سي تو تافي نورمال كو غادي تزاد عليك الحل كثر. النصيحه ديالي انك تمشي للطبيب الجلد يشوف في عينها، غير هو خصك تعرف بان الا كان من غير هذا السيبان عندك مشكل في الظفر فممكن العلاج يطول حتى العام، دونك خص يكون عندك النفس الطويل باش تحيد هذا الشيء في خطره. لا ما عنديش انا في الظفر، عندي عام ما بين الصبعان. صح، الا كان عندك ما بين الصبعان ومازال ما كايناش ما تكونتش هذيك القشره البيضاء القاسحه بين الصبع رجلين، فنورمالمون التريتمون ديالها كتقدر تكون بالفانيد على حسب زعما كتشربوا، واحد كريمه تومرهامات، وممكن نديروا حتى غبره، وان شاء الله بين شهرين ثلاث شهور كتولي مزيان. شكرا. مرحبا. شكرا. شكرا لك سي مصطفى، سلامنا اكيد لساكنه الرباط. غادي ننتقلوا للستات هذه المره، غادي ناخذوا اتصال ماجده. السلام عليكم ماجده. السلام عليكم ميلا. مرحبا حبيبتي، تفضلي. مرحبا. السلام عليكم دكتور. مرحبا مرحبا ماجده. الله يخليك، بغيت نسول دكتور، عندي ولدي في عمره شي 23 عام. ايه. هادي شي دي جوغ ناضت فيه بحال حبيبات كيحكهم بزاف لي فاس ديالو في خادم اللور. دابا تقريبا هذيك مده 20 يوم شفت جوج اطباء ما عطاو غير الكورتيكويد وشي هذا كيمسح به، مي باقا دابا طفاو شويه، مي باقا ديك الحكه كيحك بالليل وبالنهار ماشي حتى كيسخن. دوك هاد الحبيبات دايرين الراس مقيحين؟ بحال مدايرين الراس شويه. داكو. الوليده شنو كيدير؟ كيقرا. كيقرا دابا هذا كيقرا، يعني كيمشي للمدرسه 20 عام. دونك تيمشي عنده الجلوس بزاف؟ كيجلس بزاف؟ كيجلس. داكا اون جينيرال هادوك الحبيبات اللي كيكونوا دايرين الراس ولا دايرين القيح اللي كيكونوا في لافيس كيتسموا عندنا دي فوليكوليت، فهمتي؟ ما تيكونوش غير في لافيس، كيقدروا يكونوا في الصدر، كيقدروا يكونوا في الدرعان، هادو هما بلايصهم اون جينيرال. اون برانسيب كنقدروا نعالجوهم غير بلي كريم، غير هو الا كان عنده هاد لا فوليكوليت اللي هي غالبا اللي زعما ملي كتفسر ليا وهداك الشيء كتبان ليا بانها من فوليكوليت اون جينيرال، من هما من الامراض اللي هما كيمشيو يجيو
وتهيجوا لينا حتى ستريس فهمتي يعني حتى ملي يكون عندو الامتحانات ولا شي حاجه راه كنعطيو بعض مال التريتمون وتا التريتمون يعني تينقص شويه ولكن عاود داكشي كيعاود يرجع يعني دونك تيمشي وتيجي تيمشي ويجي خاصو اون هيجين دو في دونك اول حاجه ان الغسيل واحد مره حتى لجوج مرات في الاسبوع ويغسل ليا بالحوايج المرطبين يعني سوغا ولا اون كريم لافونت وي لافونت سي حتى هي مزيانه دونك زيوتها باش تغسل يغسل بالزيت ولا يغسل بالكريمه ولا يغسل بالسوغا يعني هذاك الغسول المرطب داكوغ اون جينيرال كنقدروا نعطيو جو ماكروليد سو فورم دو ليكيد ان انتيبيوتيك ولكن لوكال وكنقدروا نعطيو عاوتاني واحد الكريم كي سون كيغاتوليتيك اللي كيحيدوا لينا هذاك الحبوب فهمتي وكيطفيوهم كيطفيوهم لينا سانسيغمون انا شخصيا ما كنعطيش لي كورتيكويد ولكن على حساب الطبيب كيف شافوا حيت المعاينه السريريه دائما كتكون احسن اكزاكتومون والمقاربه كتكون اكثر بزعما واحد استشاره اللي كتكون تكون بلا غاتو ولكن كنظن بانه زعما ما عندوش شي حاجه خايبه بزاف فهمتي سورتو محبيبات وحده 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 سي غالبا سي اون فوليكوليت غاتمشي وتجي سانكم يديرش باله معاها بزاف ويدير غير ليجين دو في ماشي حبيبات وحيده وحيده راه كاينين في هذيك المنطقه اللي لو كاينين بزاف مي انا واحد الطبيبه وحده قالت لي بان نقدر تكون قرصه شي حاجه من بين بزاف لو هو اون جينيرال قريص ديال شي حاجه يعني ملي حنا كنهضروا على القريص والقريص ديال الحشرات فاون جينيرال ما كيمشيش يتركز لينا في لافيس حيت لافيس نورمالمون كتكون مغطيه دونك اون جينيرال ملي كنهضروا على القريص كنهضروا على الرجيلات كنهضروا على الدريعات واش فهمتي يعني البلاصه اللي اكسيسيبل لهاد الحشره الحشره ماشي غادي تدوز لي هاد البلايص كامل باش تمشي تركز لينا في البلاصه اللي هي مغطيه واش فهمتي ولا لا اون جينيرال يعني القريصات خاصهم يكونوا نورمالمون اون جينيرال في الدريعات في السيغان وبعض المرات يعني الناس اللي كيلبسوا مثلا ميني بوت ولا شي حاجه كيقدروا يكون بحال هكا في جهه البلاصه يعني ديال البلاصه اللي ممكن يدخل فيها الحشره فهمتي عندنا البلاصه فين تدخل الحشره فهمتي دونك هذا اون جينيرال مي كيف ما قلت لك يتبع دابا غير لي جيان دو في الا كان عنده شويه بشي حيت كتقول لي دابا اون بيتيت فوليكوليت الا كنا كنهضروا على نفس الحاجه فهما حبيبات صغيورين شي واحد دايرين الريوسه وصغيورين يعني فريمون صغيورين ماشي هذوك الصغيورين اللي هدا كتبان كبيره حمراء كبيره باينه كبيره مي كتولي بومبي شويه هكا ومن بعد كيبقى يحك بزاف كبارين حدا بعضياتهم هادو هاد الشكل هاد الشكل ديال شكل ساعة الشكل ديال اورتيكار ولا الشكل ديال بريغوكو هاد الشيء دابا اللي كتقولي لي حيت اللي حيت نورمالمون اللي كيدير الريوسه هي لا فوليكوليت ولكن هادي اللي ما كديرش الراس وكتكون حبيبه حمراء منفوخه كتحس تحطي عليها يدك كتلقيها شويه سخيخنه بارابور على بو دونك هادو بريغوكو وي لي بريغوكو تيقدروا يكونوا هما قريصات غير قدمت القريصات في هذاك لازون شويه ما زعما باش نقولوا قريصات باغ كونتخ يقدر تكون اورتيكار الاورتيكار هي الورد هي توردات دونك توردات تقدر تكون في اي بلاصه ولكن فريمون لا لوكاليزاسيون زعما غابر عندنا ما كتكونش بزاف الكورتيزون بطبيعه الحال دي كريم كورتيزون كتصفيهم ولكن فو ميو يدير اون بيلون جينيرال ويشوف هذا الشيء ممكن منين جا فهمتي من الاحسن لا خطيك نعرف بروك مرحبا طيب شكرا لك لالا مجده شكرا لك دكتور على الجواب غادي نمشيو باش نكون افادنا عامه لكاع المستمعين اللي كيعانوا من جفاف البشره وكلنا صراحه كنعانوا من هذا المشكل في هذه الفتره هذه الامر هو طبيعي اللي كيتخطى الطبيعي ولما كندخلوا في المضاعفات دكتور طيب هنا شنو النصائح اللي ممكن تمدينا بها للعلاج وايضا سبل الوقايه وي الوغ اول حاجه حنا فاش كنكونوا في البرد حيت كنهضروا هو باش نكونوا واضحين في الاجتفاف في الصيف حتى هو كاين ولكن كي كنقولوا كيجي من الكلور كيجي من الملوحات كيجي من بزاف الحوايج اكزاكتومون الاجتفاف راه كنشوفوه طيله العام ولكن في البرد فريمون كيف ما فسرت ودابا هضرت مع المستمعين فالريجيم اليمونتيغ الريجيم اليمونتيغ شنو كناكلوا فكتلعب دور كبير بزاف خصهم يعرفوا بان غير الماء بوحدو كيعطي للبشره واحد الاشراق زعما خصهم يعرفوا الناس كاملين خصهم يعرفوا بان غير الماء الا كنا كنشربوا الماء فالبشره دائما تتكون عندها واحد الاشراقه اخرى يعني ما بالك في الاجهزه الداخل وانا كنهضر لكم على واحد الجهاز خارجي دوك ما بالك بالجهاز الداخلي منين كيدوز الماء في الاول وفين كيمشي يعني حنا راه الشعيرات رقيق كيوصلوا للجلده ديالنا هو الا بغينا نقولوا زعما اخر جهاز غتوصل له يوصل له الماء فالماء شنو كيلعب قبل في الجسم ديالنا خاصنا لابوغيتريك خاصنا نشربوا الماء كنفضل دائما الماء على لي بواسون
لي زوتر بواسون، ولكن ما فيها باس الناس اللي ياخذوا لي زوتر بواسون مزيان. في البرد كنميلوا انا نشربوا الحاجه السخونه، دونك نقول لهم تنشف تجي تنشف، دونك خصنا نقصوا ناخذوها دافيه مي ما سخوناش. مي راك تعرف في شي ناس كيشربوا السخون حتى يسخون يشربوا السخون مشروبات سخونه، دونك نقدروا نشربوها سخيخنا شويه سخنا، ولكن ماشي هذيك السخونيه الكبيره بزاف. ثانيا تدواش ديالنا، تدواش ديالنا فهمتي القضيه ديال نسخنوا عظيماتنا خصنا نخلص مده طويله وندوز اسطونه مده طويله اكتم. علاش كنسخنوا العظيمات؟ كنجمعوا عظيماتنا، دونك خصنا نعرفوا بان راه هذاك الوقت اللي حنا حنايا في البلاصه ديال السخونيه راه كنفقدوا المياه بزاف، والجلده كتفقد المياه بزاف، دونك سي تو طافي نورمال غتفقديها المياه بزاف. واجي نشوف واش نعوض، حنا غادي نخرج وغادي نخرج نشرب واحد الحاجه سخونه عاوتاني باش نقول راه الكز والبرد ما يمكنش. داكور، دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه باش كنغسلوا باش كنغسلوا وجهنا ولا بد دائما بمرطبات، تقدر تغير مع الفصول ياك دكتور كان اللي كتغسل بها في الصيف ماشي اللي كتغسل بها في الشتاء. اون جينيرال البشره الجافه كتبقى بشره جافه، دونك بحال الصيف بحال الشتاء. البشره الدهنيه هي اللي بعض المرات كنبدلوا لها فهمتي، كنبدلوا لها. مي اون جينيرال في البرد من الاحسن دي سورغا، من الاحسن زيوت باش كنغسلوا، من الاحسن صابون ناشف، صابون الطبيعي اللي كنعرفوه راه اللي كنعرفوه كاملين حتى هو كيبس البشر اكزاكتومون. داكور، دونك هادو زعما اهم النصائح اللي خاصها تكون وخاص واحد يعمل بها. اشنو كنلبسوا؟ قطينا احسن من حاجه اخرى، الصوف كيزيد ينشف دونك قطينا احسن. دونك للناس اللي كتغسل المعنات وداك الشيء من الاحسن دير ليغات. شوف ليغات كيخليك اصلا باش ما تحطش عليك الماء سخون، ماشي الماء سخون حيت الناس كاين اللي كيغسل بالماء بارد وكاين اللي بارد وكاين اللي يغسل بالماء سخون. اللي يغسل بالماء بارد راه حتى الكز حتى هو كتزيد من التفاقم ديال والسخون كيحيد لينا كتحسي بواحد الراحه سوغ بلاس، ولكن راه في الطيات ديالو كاين مشاكل اخرى. دونك الى واحد تبع ديجا هذا الشيء وزائد بلي كريم ايدغاتونت جو كوا غادي يدوز مزيان. من الناس هادو تنهضروا الناس العاديين، يعني الناس اللي عندهم امراض هذوك وحدين اخرين كنخدموا خدمه اخرى. غادي نهضروا دابا في شقنا على الامراض اكيد لانه حتى هما تيعانيو كثير دكتور. في الواجهه الناس اللي عندهم حساسيه، حساسيه كنعرفوا هذه الفتره ديالها اكزاكتومون للصغار ولا الكبار. حساسيه التغذيه تقدر تعطينا حساسيه البشره، كاين الناس اللي كيعانوا منها بجوج. كيفاش هاد الناس هادو يقدروا يتجاوزوا هاد الفتره ديال البرد بامان وبلا مشاكل؟ ما تنكذبوش نقولوا بانهم كيتجاوزوا هاد المرحله بامان، ولكن تنقولوا على الاقل لا كريز دوز بامان. ما كنقدروش نذكروا بان كيف ما هكرات المستمع الاولى وقالت لها عندك الصدفيه وكتبدا في الشتاء كنعرفوها. دونك لا ديغماتيك اتوبيك الحساسيه التتابيه الصدفيه الزيكتيوز جلد السمك هادو الامراض الاكثر عرضه انها تتفاقم في البرد. لما تخيلي انت البشره ديالك نورمال وكتجف فما بالك وحده اللي فيها القشور طبيعتها راه اجتفاف زعما بالدوبل والتريبل. داكور، دونك نبداو بالحساسيه التتابيه. دونك الحساسيه التتابيه كتخدم طيله العام. فاش كنوصلوا فاش كيكونوا لي كريز لي كورتيزون ولا بط كنوصلوا لي كنوصلوا فاش كيكونوا لي كريز. كنقول لك لي كريز زعما كيما بغينا ولا كرهنا غادي يجيو لي كريز. بحال ملي كتقولي واحد عنده الضيقه وما يمكنش يدوز البرد سون كريز. امتى ما كيبقاش يدوز؟ يعني فريمون واحد ليجين كبير ومتبع خدام على الوقايه بزاف، خدام على الوقايه بزاف وبزاف الحوايج باش نقولوا. بس لا ميم شوز الحساسيه التتابيه هي اللي كنسميوها شحال من مره الضيقه الجلديه. دونك لا ميم شوز في البرد غادي يتشف كثر، لو فيلم لي بيديك غادي يمشي لنا، غادي يبداو عدة التعفنات كثر. دونك كان اللي كنبغيو دائما دوز لا كريز القشره الحكه، ولكن ما نوصلوش المضاعفات هو التعفن وهو التقرحات. وكنضطروا باش نداويو التقرحات بلي كريم سيكاتريزون، نداويو التعفن بلي زونتيبيوتيك سوا محليين سوا باغ فوا اورال. الوليدات سورتو ملي كنقولوا الحساسيه التتابيه الوليدات الصال مثل الكبار تاهما سورتو في التنيات تيكونوا، والترطيب مع اون كور دو كورتيزون بطبيعه الحال. المره الثانيه كيجي صدفيه دكتور ولا الكزيما؟ الكزيما الكزيما تتفاقم اكثر في البرد. مي الكزيما اون جينيرال ديال البيدات الكزيما ديال الجلد حتى هي حاضره حتى هي الكزيما. الحاجه الوحيده المهمه فيها هو ان ليغات
دونك واحد يلبس الليكات ديالو، لان الليكات ديالو مهمين قد ما لبس الليكات ديالو. وما كنفضلش غير الليكات بوحدهم بلاستيك، فالليكات القطن وليكات البلاستيك. دونك الليكات القطن كيف ما كنقول المرضى ديالي دائما، ما يمكنش تكون عندنا، ما يكونش عندنا في الدار شي كتانه ديال القطن، ما يمكنش. كنقول لهم غير شدوها ديروا الاعمال اليدويه، خيطوها، ما بغينا لا رباطين، ما بغينا حتى حاجه، رسمي قطعي. المهم انا خصني هذاك لو تيسو قطن عاد عد هذا اللي قالت البلاستيك. اللي قالت البلاستيك باش نتفاهموا عليهم، ماشي هما اللي قالت اللي كنخدموا بهم حنا الاطباء، ماشي لاتيكسي، حيت الاكثريه كيجيهم هذوك اللي قالت زوينين اللي فيهم لابودغ. لا، هذاك لابودغ كدير لي زيكزيما، راه حنا الاطباء كدير لينا حنا ليكزيما، داكور. دونك تاخذ اللي قالت الميناج، دونك ماشي اللي قالت ديال اللي قالت الميناج كتقول لك لا وراه كيطلعوا ليها لا شديهم زيريهم ولا شي حاجه. مي اون جينيرال كي كنقول لهم دائما تنقولوا حنا المغاربه ديال المغربيات اللي ما كيعرفوش يغسلوا يدينا الفركو. اكزاكتومون، هذا ما كان صح. بعد الكزيما صدفية ايضا، صدفية اكزاكتومون. دونك صدفية كما كان عندها قشور، تقدر تكون لنا ستابل سان من مالادي كرونيك، سي بوسيبل تكون ستابل، سي بوسيبل تكون ما بقاتش نهائيا، سي بوسيبل تكون فيها شي وحدين دويورات، ولكن اون فوا تيدخل البرد ما فريمون تتكثر. دونك عاوتاني ديك دو كور دو كورتيزون، ولا بالضبط ماشي غير الكورتيزون، بطبيعه الحال الكورتيزون الصدفيه كنقدروا ندوزوا فيها بزاف د الحوايج، من الحوايج الخفاف هي الكورتيزون. اش كيبقى مازال من بعد؟ وهنا مراجعه الطبيب اكيد عنده دور ديال الدكتور. لا، هو هادو هاد الناس اللي عندهم هاد المشاكل يتبعوا عند الطبيب، تيكونوا متبعين عند الطبيب، كيكون الطبيب فاهم فهمهم، تيقول الطبيب الا كان كيتشافوا ملي كتستابل لا مالادي كنقول لهم نشوفكم من هنا لسي موا، ست شهور، عام كاع، مي تنقول لهم وكاو ترى شي مشكل واش تقدروا تعالجوا راسكم، وي سي بوسيبل، يقدروا يخدموا بلي كريم، يقدروا يزيدوا لا دوز وبوحدهم. انا شخصيا كنحاول نتعامل مع المريض ونخليه يفهم مرضه ويتعامل معاه، يتفاهم معاه، واش فهمتي؟ وهذا ومن بعد ان شاء الله، من بعد زعما الا حس براسه بانه الي ديباسي يجي لعندي. لما كنتكلموا على الصدفيه، الشعر ايضا، جلده الفروه الراس والبشره، كلشي كلشي نجيو ناخذوا السيده حليمه من رباط ومن بعد نكملوا. حليمه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك حبيبه، الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضلي. شكرا على الموضوع وشكرا لمسينا الدكتوره. جاوبنا على السؤال ديالي. ما يخليك انا دابا عندي في الحال بارد دائما. ايه. ملي كنت زعما صغيره، انا دابا عندي 50 عام، ملي كنت صغيره دائما عندي في البرد كيتنفخوا لي صباعي. كيتنفخوا لي صباعي ديال يديا وصباعي ديال رجليا. كيزراقوا؟ نو كيحماروا. شوفي واش هانتي، شوفي اسمعيني مزيان، كيحماروا كيزراقوا كيرجعوا للي كانوا، ولا تيبقاو حمرين طيلت هذا كيولوا بحال شي صوصيس كيتنفخوا؟ اي كيتنفخوا بزاف، كاع لدرجه اني ما كنقدرش نتنيهم. داكور، كيعجبك الحال تحطيهم في الماء البارد ولا الماء سخون؟ شكون اللي كينقص عليك؟ الماء سخون ولا الماء بارد؟ الماء بارد. الماء بارد كتحسي به كيبردهم عليك. ياكلوني ما كنقدرش نحكم، لان كتكون فيهم ديك الجليده طايبه. اي واخا، قولي لي هادشي واش كيتعاود عليك كل عام في كل برد ولا دابا هذا كنهضر معاك وكنشوف فيهم؟ لا دابا قولي لي، دابا انا عارفك دابا عندهم، ولكن قولي لي واش هادشي كيتعاود عليك دابا صافي لونطون، وهادشي كيتعاود عليك دائما؟ اه صافي لونطون. زعما داكا سي بون. عمرك ما مشيتي عند ديرماتو؟ لا. على هاد المشكل؟ لا على هاد المشكل عمري ما مشيت عنده. عندك في صبعك بجوج وفي رجيلاتك بجوج ياك؟ اليدين والرجلين. اييه في اليدين والرجلين. واخا النويف ما كيطراش لك فيه هاد المشكل؟ لا. الودينات؟ لا الودينات لا، هذاك الطاح ديالي اللي كيتنفخوا له الودينات. داكوغ اوكي سا مارش. دونك اون برانسيب هاد المرض اللي عنده هو كيدخلينا في المتلازمات. هاد المتلازمات هو سي دلاكرو سيندروم. اكرو سيندروم سافو تاع كاع البلايصه يعني الاطراف ديالنا، هادشي اللي سولت على النيف والودينات حتى هما من الاطراف ديالنا. هادو هذا هادو كيكون عندنا بحال هكا. دونك عندنا جوج حوايج، عندنا لو سيندروم دو غينو اي لا مالادي دو غينو. دونك لو سيندروم دو غينو هو فاش كيكون واحد في البرد، يعني الصبيعات ديالو تيحمروا، من بعد ما يحمروا غيبيضوا، من بعد بيضوا يزرقوا كيرجعوا كيف ما كانوا، يعني كنقولوا كيتقطع منهم الدم. اون جينيرال مني تيكون هاد الامراض هاد لو سيندروم، هاد المتلازمه مصحوبه مثلا بالتقرحات، مصحوبه بشي مثلا بشي اعراض ديال المفاصل، اعراض ديال واحد ما كيقدرش يشوف الشمس، اعراض ديال مثلا الكلاوي ولا شي حاجه، فممكن يكون في النطاق ديال واحد المالادي. هذا حيدنا من المتلازمه
من الامراض المناعيه. ولكن الا كان هذا الشيء كيجيها من شحال هذه ومن البرد للبرد فتنقدروا نقولوا غالبا بان هي هذه السيده بحال هكا مبراده واش فهمتي، وكنقدروا نعطيو ان تريتمون باش لا سيركولاسيون دوز مزيان وصافي داكوغ. هو من الاحسن ان حيت تشوف طبيب الجلد، لان طبيب الجلد معينة السريريه غادي تكون احسن. هذه مهمه زعما هي دابا تصور شوف شحال من السنوات وهي زعما عادي حيت صافي البرد كيدوز وصافي وحنا وانا كنولي بخير. ديجا بعدا زعما ما تخافيش لان هذه القضيه متعرضه بالبرد دونك ما فيهاش مشكل بزاف، واش فهمتي ولا لا؟ ولكن ما فيها باس كنعاودوا امبيلون ديال الامراض المناعيه باش نقول لك راه ما كاين والو وغالبا ان شاء الله ما يكون والو، وكنبداو نعطيوك ان تريتمون اللي كتبدي فاش يلاه تيبدا يبرد الحال. اون جينيرال هي من هذا النوع اللي غادي يكون هي مبراده قبل من الوقت، واش فهمتي؟ زعما كتحس بالبرد فاش يلاه تي لا تبدا يتحرك اكزاكتومون. دونك نمشيو عند ديرماتو نديرو البيلون ديالنا ان شاء الله باذن الله. تفرز لنا اشنو عندنا، كتبدا تاخذي ان تريتمون قبل ما يدخل البرد، كتكمليه في الوقت البرد وكتحيديه. طيب اتفقنا حليمه؟ دابا يمكن لي نمشي عند ديرماتو واخا لا تمشي عند ديرماتو، تمشي عند ديرماتو صافي. شكرا لك حليمه حبيبتي على المكالمه ديالك، وكيعجبني ان الواحد ما كيستشر. شكرا لك دكتور ناديه. غادي نمشيو لفاس هذه المره، غادي ناخذوا اتصال حنان. السلام عليكم حنان. حنان طيب للاسف حبيبتي ما قدرناش ناخذوا اتصال، يمكن غادي نحبسوا المكالمات ياك سناء حبيبتي باش نركزوا لانه عندنا لائحه طويله صراحه ديال الامراض اللي كتفاق من حده ديال الفتره ديال البرد. الورديه والتورديت واش هما عمله وحده ولا كل حاجه؟ ماشي بحال ماشي بحال التورديت هي هذاك هما بجوج فيهم شويه الحموره سي فغي. علاش سميتها التورديت والورديه؟ باسكو شي حاجه غوز كيتجمع بيناتهم الغوز، ولكن الورديه وهي ان البشره حساسه اللي كتكون عندنا غير في اون جينيرال في الوجه، واللي كتبدا من كي كنقولوا الزان نقول الملح والسر، وتتقدر تنتهي بالحبوب بنضر حتى هو تيهبط. دونك بزاف المراحل ما نهضروش عليها دابا. التورديت التورديت هي هذاك مثلا فاش شي قرصه ديال الشنيوله فاش كتنفخ لينا فهمتي، هذيك هي التورديت. ممكن ما تكونش التورديت عندها بزاف الاسباب، يعني من ضمنها انها ممكن ناكلوا شي حاجه ناكلوا الفريز ناكلوا الفريز مثلا الفريز الدجاج كثر في شي وحدين تيقول لك دايرين الحساسيه. دونك هذه هي التورديت، هذيك الحساسيه من الفريز. انا كليت الفريز ونفخت كامله وليت كنحك، انا كليت الدجاج كليت الحوت كليت الطون. دونك هذا علاقه بالتغذيه اكثر من الطقس ولا حتى غير التغذيه؟ لا عندها ممكن التغذيه، ممكن يكون تجي من الكلاوي، ممكن تجي من الكبده، ممكن تجي من السكر، ممكن تجي بان ليفور فيزيك. غير واحد كيدير ليفور فيزيك وتيخرجوا فيها دوك الطبايع الحمرين. دونك التورديت وهو واحد كي كنقولوا حنا ان شابيتر تري 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 لارج كبير بزاف، الاسباب ديالو كثيره بزاف. كنحاولوا نتاوريونطاو بامبيلو، مي كنتاوريونطاو خصوصا التوجه ديالنا للمرض ديالنا وباش نشخصوا المرض خلال الانتيغوغاتوار، يعني فاش كنبداو نسولوا المريض خاصنا نبقاو نسولوا المريض ونعاودوا 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 باش نشوفوا فينا بلاصه هو كاين، باش نشوفوا فينا التحاليل كاينين، حيت ما يمكنش نديروا التحليل هذا الشيء كامل لانه هما اسباب كثيره بزاف. ما يمكنش نشدوا المريض ونقول له نديروا هذا وهذا وتنشوفوا فين وصل، لا سي ان انتيغوغاتوار اللي كنهضروا مع المريض، نهضروا في الحصه الاولى ونعاودوا في الثانيه ونعاودوا في الثالثه باش نشوفوا فين كاين. كنبداو بتحاليل في المرحله الاولى، ما جاوناش المرحله الثانيه، من بعد المرحله الثالثه لي كونسير كيديروا لينا التورديت. دونك فهمتي يعني كاين بزاف د الحوايج. التورديت بوحدها، التورديت واش كتكون في الشتا ولا لا؟ ما كتاثرش بزاف، ما مي خصوصا في العوامل ديالها، من البرد بحد ذاته ما كياثرش لينا على التورديت. باغ كونطخ الورديه الورديه كتقدر تاثر. امتى كتاثر؟ كتاثر في الوقت فاش كتكون سوغتو عندنا الحبوب، حيت الورديه كدوز من بزاف البلايص. الورديه الاكثر الناس اللي كيديروا الورديه هما البشره الجافه، بس سي توتافي نورمال في البرد غادي تاثروا لنا، ولكن كاين واحد لو بورسونتاج اللي كيكون البشره الدسمه وتتقدر دير لها هي الورديه. امتى كنحسوا بالجفاف؟ كنحسوا بالجفاف اون فوا تيبدا عندنا هذوك الحبيبات الاولين، الحبيبات الحمر الاولين، حبيبات دايرين الراس، يا اما كيشبهوا الجلده يا اما فيهم هذاك النقطه القيح النقطه البيضاء اللي كتبين لنا بان كنقول احنا ان بيستول. دونك هاد لا بيستول تما كيبدا القشره تتبدا القشور تيطلعوا في الوجه. الحبيبات فاش كينشفوا تيكونوا مقشرين، دونك هذاك الساعه يبدا لنا الاجتفاف اكثر. مي حنا اون جينيرال اون فوا كنديروا التشخيص ديال الورديه فكنعطيو دي كريم ايدغاتونت تقريبا ديال البرد خصوصا كتكون في الواجهه يعني الباينه الوجه. هادشي علاش قلت في الاول بان اون جينيرال كتضرب الوجه اكثر. اون جينيرال راه الوجه هو اللي كيجيب خصوصا السيدات، فالوجه هو اللي كيجيب. واوغوزمون
باش كيجيو يعني في الوقت باقي اكثر في الشكل الجمالي، في الشكل الجمالي وكتجي من الاحسن انا نفضل انها تجي في الشكل، تجي على مشكل الشكل التجميل ديالها وتجي ونقول لها سي اون مالادي ويلفو لا تريتي، لان بزاف الوحدين تتجي وهي ما عارفاش بان هي فهمتي هي القشره، تنقول لها لا راه عندك هذه وهذه دونك راه تنساي الشق التجميلي، مي خصنا تكونسونطراو على المرض المرض لوي ميم، وخصك تعرفي كيفاش تعاملي معاه باش تبقى البشره ديالك جميله لطيفه رطبه طيله السنه. شنو ثاني اخر كاين في اللائحه دكتور اللي كيشكل شويه واحد يعني خاص متابعه خاص ادويه من الامراض المزمنه اللي عارف مولاها راه مريض بها؟ الو نقولوا دي بالحمراء نقولوا البراس لا تنهضروا على جلد السمك. جلد السمك اكزاكتومون دونك جلد السمك اللي هو اون جينيرال اللي هو مشكل كبير حتى هو، واللي كيكون عندنا اون جينيرال القشره كنعرفوا ملي كنقولوا جلد السمك فعندنا واحد القشره واللي هي كتكون هي كتكون هي شويه غليظه وكتكون على الجسد كامل. جلد السمك كنعرفوا بانه واحد هو مرض جيني اللي ما كيجيش عند الناس كاملين ولكن كي كيكون اون جينيرال بريزونط في عائلات عائله من وراء اكزاكتومون. دونك هذاك كيخصو ترطيب صيفا ولكن في الشتاء اكثر بزاف. كنلجؤوا لكورتيزون قلال باش كنلجؤوا ليه، لان كما قلنا مرض جيني راه ماشي هو الصدفيه وماشي هو لا ديرماتيت اتوبيك يعني الحساسيه التتابيه، ولكن كنلجؤوا اكثر الى هذوك لي برودوي كيراتوليتيك اللي كيقشوا المقشرات هما اللي كنلجؤوا ليهم. كنديروا المقشرات وكنديروا الترطيب مقشرات والترطيب باش نعطيو واحد النتيجه اللي كتكون ساتيسفيزونت ماشي 100%. زائد كاين واحد الادويه اخرى اللي كنحاولوا نعطيهم عاوتاني في الوقت ديال الشتاء بحال النيوتيغازون اللي كنقدروا نعاونوا به وي. طيب حبيت غادي نشوف فاصل قصير اشهاري تمام ال 11 ومن بعد راجعين باش نتكلموا كخلاصه بسيطه ياك الموضوع، لان ما كان بدنا نبقاو اكثر ولكن معنا فقرات كتسنى. الخطوات اللي خصنا نتبعوها لترطيب البشره سواء على البشره ديال الوجه واليدين يعني اللي باينه او حتى البشره الداخليه ديالنا، واش فقط انا خصنا نرطبها كل ما حميت او خصني يوميا نرطب او شو الوتيره شو الانواع الكريمات اللي خصني نركز انه يكون في المحتوى ديال المرطب اللي غادي نشري او غادي نعتمد عليه؟ هذه الجوابات كامله بعد فاصل قصير، خليكم معنا مستمعينا الاعزاز. وخير ما غنختموا به هو الوقايه. ديما كنوصيكم انه قبل ما نوصلوا للمراحل المتقدمه من الامراض كنبدا بخطوات الوقايه، ويكون عندنا واحد الروتين او واحد الثقافه ديال ترطيب البشره من حنا صغار، يعني نربيو بنياتنا ووليداتنا على الترطيب اليومي سورتو سا ياك. مهمه هذه القضيه. لا مهمه علاش؟ لان اون جينيرال لا مامون حيت هي اللي مسؤوله على الوليدات، دونك التربيه ديالهم بانهم هما يرطبوا ريوسهم حسن، لان الام كتعيا سواء تكون خدامه خارج البيت او لا فم وفوي ربه بيت. صح. ربه بيت عندها الشغل النهار كامل باش تفكر بنتها وتمشي دير ليها. على ريغور فاش كتكون البنت اون كريز يعني داكشي جاعر وداكشي ما هي كتقدر تسير، ولكن باش حياتها كامله غادا ديرها ما يمكنش، صعيب صعيب الحال بزاف. دونك بحال اللي كنقويو النسيج ديال البشره ديالنا من الصغر، يعني ملي كتقول الفوي كيتغدى راه صافي ما كيوصلش لحد هذا الجفاف من الكبر. دونك انا كنفضل بان الوليدات فاش كيكونوا قادرين كيفهموا اولا فاش كنكونوا كنبداو نرطبوا الوليدات كنعطيوهم حتى هما الكريمه في اليدين. دابا كنعطي الصغيورين يعني الصغيورين عامين ثلاث سنين اللي كتجلس وكتهضري معاه وتيفهم واحد شويه. دونك تعطيه كريمه في يديك وتقول ليه دهن دهن اشنو جيلات ودهن اللي يقدر يدهن، انت كدهني ليه هو تيدهن. هاد الوليدات اللي نورمال ما فيهم حتى مشكل من الاحسن انهم من بعد تدواش دونك جوج مرات في الاسبوع لارجو موسيفي كافيه مزيان كافيه. في البرد نحرصوا على ان نحببوهم في 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 هذا، لانهم كيجيهم الكز كيجيهم البرد. وزعما بالتجربه ديالي والوليدات مراض كيهربوا الوليد الماما بغي كتشوفها هازه الكخام كيهربوا. علاش؟ حيت تقصيهم. دونك دائما كنسخنوا لوليداتنا مزيان وكنديروا لا كريم كنفركوها بين 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 يدينا نسخنوا مازال ما كنعريوهمش كنخشيوهم كنخشيو لوليداتنا تحت الحوايج. دونك باش الوليدات كيحسوا بالدفى ماشي ماشي باقا شويه الرطوبه ممكن باقي لا في الحمام ولا في الدوش ممكن هو دافي ندهنوا ممكن هذاك التهادي خطوه معتمده التهادي التهادي مزيان. حتى دابا حنا تنهضروا على الناس اللي كيديروا جوج وكنقول لك يعني الناس اللي كيكونوا مرض وخاصهم الدهن كل نهار يومين جوج مرات ثلاثه المرات وكتقول لي راه غير كنجبد الحليب كتهرب ما كتبقاش حدايا. دونك هاد دوك الناس اللي مزيانين ما فيهم حتى مشكل فيتعودوا بانهم يديروا الترطيب من وراء الحمام بشره نورمال يديروا الترطيب كل انواع البشره لكل انواع البشره بطبيعه الحال. ملي غنوصلوا للوجه حاله خاصه الوجه حاله خاصه الترطيب ديال الوجه
الدسم الدهني ماشي هي ترطيب الوجه الجاف ماشي هي ترطيب الوجه المختلط. دونك كل كريمه عندها بلاصتها كل كريمه عندها بلاصتها دونك نقدروا نخدموا على هذا الشيء يعني سهله سواء في لا بارافارماسي سواء لا فارماسي سواء طبيب المعالج طبيب الدرماتو دونك يقدر يدير لنا كاين انواع كاين انواع كاين وتنهضروا حتى للبشره الحساسه حتى هي عندها الكريم المرطب ديالها اللي مختلف على البشره العاديه. دونك كل واحد عنده الكريمه ديالو يعني الترطيب بغينا الترطيب اياه الترطيب ديال البشره الحساسه صباحا مساء ثلاثه المرات في النهار على حسب لا ديزيدغاتاسيون على حسب الاجتفاف اللي كاين في البشره. دونك على حسب الاجتفاف في البشره كنشوفوا الطبيب تيقرر واش ديرها مره ولا جوج ولا ثلاثه وتنقول للمريضه عينك ميزانك درتي الصباح درتي غير بالليل اون كوش ايباس واحد كوشه غليظه تبقى غليظه وصبرات لك النهار كامل حسيتي بوجهك مزيان سي بون مزيان هانتي حيدتي عليك لي زابليكاسيون الصباح ولكن الا درتي بالليل والصباح صباح ناشف زيدي لك من ابليكاسيون في قلب النهار سي تا بوزوان زيدك عاوتاني. دونك سي ان كاباركا واحد بواحد وكنشرك دائما المريض في لا بريزون شارج ديالو باش حتى هو يكون كيفكر عنده التفكير ديالو كنعطيوه الحاجه الكريمه اللي يقدر يخدم بها الكريمه اللي ما يقدرش يخدم بها ملي كنهضروا على الكورتيزون ما كنبغيوش المريض يداوم عليها يداوم هكاك فهمتي ولا لا شنو المكونات ديال هذه الكريمه اللي غادي نعتمد عليها دكتور في هذه الفتره ديال البشره ووجهي جافه الوغ الكريمه خاصها اول حاجه بعدا كما قلنا كريمه مرطبه راه الانواع اللي برودوي اللي فيهم من كنبداو من لي سيراميد تنوصلوا حتى للفازلين تنوصلوا حتى للاسيد هيالورونيك تنوصلوا حتى للكولاجين هذو كلهم تيرطبوا مي فاش كنهضروا على الذات فكنهضروا على الذات كنهضروا على كريمات عاديين اللي كيكونوا يكونوا حليب عوض من كريم يكونوا لا كونتونس ديالهم كبيره ويكون الثمن ديالهم مناسب لان هذا الدوام داكوغ غادي نستعمل كميه كثير اكزاكتومون الجسم ملي كنشوفوا في البشره دوك البشره يعني الوجه ديالنا كنختاروا كما قلت لك على حسب كل وحده فكاين ممكن البور دو كاريتي لي سيراميد ممكن لاسيد هيالورونيك ممكن الكولاجين هادو كلهم كيقدروا لنا يضغطوا لنا بعض المرات كيكون عندنا ان كريم اللي فيها بزاف من هادو اللي فيها واحد اللي فيها جوج بطبيعه الحال على حسب لا كونتونونس على حسب الامكانيات ولا لا الميزانيه ولكن لازم يحولوا كريمه رخيصه كاينه راه تقدر تدي المفعول ديالها شوف مني ما كنلقاو والو شوف لا فازلين قد يا الغار زيوت دكتور تقدر تعاودنا المرتبات الوغ الزيوت ما كنحبدهاش نهائيا ندير في الوجه علاش بدون استشاره طبيه لان نبغي نشوف البشره باش نقول واش ندير الزيوت ولا لا لو كور ما عنديش فيه مشكل دونك الزيوت غير ما تكونش فيها ما تكونش زيت مالحه دونك تكون زيت طبيعيه داكوغ من الاحسن طيب كده هاد اللي درنا دوره شامله ياك دكتور بس انت شي نقطه ما تتذكريش شي حاجه معلومه نعاود نركز غير على شرب الماء والريجيم الاليمونتير ديالنا ونركز على بان نغسلوا بالماء الفاتر وماشي بالماء سخون ونشرب ما نشربوش لي بواسون اللي هما شود بزاف هاد القطنيه ما تكونش غير الصوف ما نجلسوش في حمام مده طويله اكزاكتومون ما ندوشوش بالسخون وما نشربوش الحاجه سخونه حاجه سخونه حيت هادو كلهم واخا كنحسوا واحد الاحساس جميل جدا في هذاك الوقت ولكن كيزيد لنا من الاجتفاف في البشره تاعنا وربات البيوت اللي كتسمعنا وانا عارفه تبعكم الشقا وغسيل الماء والحكان وهادشي كله فتحاول عليك شقايب ياك وما تهش اللي قالت ديال الاطباء راه يسون لاتيكسي الاكثر كيجيو كتجيهم لاتكس زوين حيت اللي كتحيد فيه ساه حيت اللي نتخيل اللي جديد اللي قالت نتخيل كيلصقوا دوك هما ما كيعجبهمش هذوك اللي كيلصقوا تيعجبهم هذاك اللي حيت فيه هذاك لابود كتحيد فيه ساه دوك لابود كدير لنا لي زكزيما وكتزيد فنشو فيها ردوا بالكم. طيب دكتور نادي حبيبتي انا بالنيابه على كل المستمعين اللي كانوا معنا في هذه الفتره انا كنشكرك على حضورك معنا دائما المشرك والممتع وصراحه ان شاء الله في حلقاتنا القادمه احنا محاضرين لهم بزاف ديال المواضيع غير صبروا علينا لانه الشقه ديال الامراض الجلديه كيجيونا طلبات كثير عليها صراحه.